السلام عليكم إخواني، هذه آلة تسوية ممكن نضعها من الداخل. هذه الأزرار خاصة بالمبرد السخي. هذه قاطعة فوت حالة استعجالية. هذا المقبض يسير إلى الأمام هكذا، يمين هكذا، الخلف وفي الوسط في الفاصل. هذا هو السرعة، وهذا المكبح الرجل. هنا المكبح اليدين. هذا خاص بالمازوت، وهذا سخون في النار وعدة سرعة، وكذلك طفة الزيت. نأتي للمقام من الجهة اليسرى، هذا لتعديل المقود. هذا المنزل المجرى الجهة اليسرى ويصعد هكذا. هذه لإدارة المجرى كاملة من الأسعار. هذا الفتح وغلق المجرى خاصة في الملاكسر. هذا لليمين واليسار في توازن العجلات الأمامية. هذا ينزل ويسعد المجرى في الأمام. هذا خاص بالمجرى من الجهة اليمنى، ينزل الجهة اليمنى ويسعدها. هذا الإدخال والإخراج، المجرى يمين ويسار. هذا لإدارة قاعدة المجرى يمين ويسار كذلك. وهذا خاص بالمحراب الخلفي، وهذا لانقسام الآلة في النصف من هنا يمين ويسار. هذا خدام المستوى الذي يتعرض ده خاص موجود إلى المبرد. هذه الأماكن الحمد لله الأولى هذا كل ما عندنا، وأرجو أن أكون قد أفدتكم.